الحكي صعب، خصوصاً لما يكون في مليون بداية تبتدي بيها، والأصعب إنك تختار بتحب مين وليه، وإيه اللي بيخليك تتشد لناس معينة، ولما تفتكر إنك اخترت صح الحقيقة تفاجئك، تخليك عايز تهرب من الواقع. وتندمك إنك في يوم أمنت الحرب، وبيفضل أملك الوحيد هو الهروب. بس إزاي تهرب من الحرب اللي جواك؟ ومهما حاولت تاخد قرار إنك تبعد، هتفضل في مكانه مكسور. وحتى لو قدرت تبعد، هتلاقي نفسك ضايع مش عارف رايح على فين. بس أنا ما كنتش محتاجة أقعد في كل ده عشان أعرف ظلمت نفسي قد إيه. خايفة الزمن يمر عليا وأفضل برضو عايشة في الوهم، وهم الهروب من الحقيقة للخيال.